هذا المحرك الان انا بدي اشغله على variable frequency drive. حتى اشغله variable frequency drive ايش لازم اعمل؟ بدي اخذ الاي سي، السورس عندي اي سي. هلا الانفرترز احنا ايش كان السورس حتى يكون؟ دي سي. دي سي. ما دام هذا اي سي بدي احوله اول شيء، هذا هو السورس اللي عندي ما عندي سورس غيره. فبدي احوله ايش؟ لازم اركب الان ريكتيفاير. راح اخذ الثري فيز اللي داخلين منهم ركبهم على الريكتيفاير، وراح تكون ان كنترولد ريكتيفاير. فالاوتبوت ايش راح يطلع؟ كيف شكله راح يكون؟ اذا هذا ثري فيز ايش الاوتبوت راح يكون؟ بدون فارق انجل، ان كنترولد. ايش الشكل راح يطلع معي؟ يطلع معي بيور دي سي؟ لا مش بيور. ايش في؟ ريبل. ايش الريبل؟ المجموعة مع الفندمنتال صح؟ ناسين الـ 6 بلس ريكتيفاير. 1 2 3 4 5 6 مش راح يطلع معي 6 بلس ريكتيفاير هذا يصير؟ ان كنترول 6 بلس ان كنترول ريكتيفاير متذكرين هاي؟ لان هذا 3 فيز نعم من البيك لصاين من البيك لهون لقديش هاي كانت؟ كوساين 30 كوساين 30 ولا ساين 60؟ هاي عرضها 60 درجة فبترجع 30 درجة وبتتقدم 30 درجة فأظنها بتكون كوساين ال 30 أو ساين ال 60 بتوقف يعني يبدأ من 30 ساين ال 60 بس هاي قديش عرضها؟ 60 هذه 90 كانها بالنسبة لساين ويف فإذا رجعت 30 شو بتصير هذه؟ 60 هاي كأنها هون رح تكون ساين ال 60 قديش ساين ال 60؟ 0.866 مضبوط؟ اللي هي جذر 3 على 2 فهاي النقطة رح تكون بالنسبة لهي النقطة 0.866 متذكرينها؟ مضبوط؟ اوكي؟ إذا رح يصير عندي هون رح يطلع طبعا هذا البيك شو رح يكون؟ هذا البيك كيف بلاقي؟ ايش علاقة هذا البيك باللاين فولتجز هذول؟ أو الفيز فولتجز اللي هون؟ بتكون هذول هلا رح يصيروا هاي مثلا لو اخذت لين من هذول هذا الفولتج رح يكون اللاين فولتج ار ام اس مضبوط فاللاين فولتج ار ام اس هو اللي رح يطلع ما بين النقطتين هذول من هون البيك تبعه قديش رح يكون كيف احول من ار ام اس لبيك اذا بناخذ في بيك بدها تساوي جذر التنين في لاين ار ام اس وإذا عندي مش في لاين ار ام اس إذا عندي في فيز ار ام اس بدي احوله فبصير عندي جذر الاثنين جذر الثلاثة في فيز ار ام اس وهذا هون اوتبوت فالاوتبوت راح يكون هون فانكشن اوف الفي فيز ار ام اس مضروب بجذر اثنين عشان احوله او بجذر ثلاثة عشان احوله للاين فولتج وجذر اثنين عشان احوله لبيك فبيطلع معي هذا الفولتج، نعطيكم مثال ناخذ مثال نفترض انه عندي هون الكهرباء هاي كانت الار ام اس تبع السورس اللي هون موجود كان 230 فولت فيز فولتج هذا في فيز سنجل فيز 230 ار ام اس اخذت منه 3 فيز اذا عندي انا بحكي هون انه هذا في فيز بيساوي 230 فولت ار ام اس اوكي ماشي واضح وطبعا عندي كمان في واحد ثالث من هون بدي احسب الان في فيز هذا خليني احسب البيك تبعته في بيك للفيز فولتج شو بتساوي؟ جذر الاثنين اضرب جذر الاثنين في 230 قديش بيعطيني؟ 230 اظن بيطلع عندنا 325 هذا ايش؟ البيك تبع هاي القيمة اللي هون. بس أنا بدي الآن البيك تبع هاي القيمة، ايش بعمل؟ في بيك لاين بتساوي جذر الثلاثة في 320 25 بتطلع قديش؟ 563 إذا هاي النقطة ايش راح تكون هون؟ من هون لهون 560 63 اوكي طيب هاي النقطة قديش؟ 487 480 87.9
87.9 ماشي واضحين نرسمها بشكل اكبر هاي اذا الاوتبوت راح يطلع معي راح يكون شكله زي هيك طبعا راح يتكرر 6 مرات كل 20 ملي سكند لانه هذا 50 هرتز مضبوط ولا اسمه ايش هو 6 بلس ريكتيفاير هاي النقطه هون 560 63 فولت وهاي النقطه 488 تقريبا والافرج طير قديش الافرج فولتج كيف ممكن احسبه؟ على الاريا كامل الاريا كامل مش هيك؟ بقدر اكامل مثلا من 60 ل 120 فرضا واضرب في 6 اه متذكرين؟ بضرب بيطلع في كانت لها فورمولا مش هيك؟ ماشي الكل واضح فاهم شو اللي عملناه هون؟ احنا جينا اخذنا هي 3 فيز سورس هو بدنا نعرف احنا القيمه الصحيحه عشان اعرف شو بده يطلع معي الان من الريكتيفاير احنا لسه اول مرحله من الانفرتر اللي هي اي سي شو دي سي هون ايش عارفه بنحط؟ راح نحط الكباسيتر بدي اجهز الدي سي لان ايش راح اعمل بالدي سي المره اللي بعدها؟ راح احوله لاي سي تمام؟ حتى انتم حطيتوا مشروعكم حطيتوا اندكترز مش هيك؟ كمان احيانا ممكن نعمل الكباسيتر عشان الفلتر صح؟ كباسيتر بنعمل فلتر نعم عادة بنحط هون كباسيتر عشان يعمل فلتر بصير هذا فولتج سورس انفرتر بدون الاندكترز بكون فولتج سورس انفرتر